أطلقت مؤسسة حياة كريمة قوافل طبية متنوعة بمركز العمرانية بمحافظة الجيزة. القوافل شملت تقديم خدمات الكشف والعلاج والمتابعة بالمجان لأكثر من 500 مواطن. قوافل طبية متنوعة أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمركز العمرانية بمحافظة الجيزة بالتعاون مع كلية طب أسنان جامعة القاهرة لخدمة الأهالي من خلال تقديم خدمات طبية متخصصة للأسنان. احنا عندنا عيادة متنقلة، فالحياة كريمة الحقيقة بتفيدنا بالأماكن اللي هي محتاجة الزيارات. طبعا هم بيقولوا لنا فين الاكثر اماكن الاكثر احتياجا، وبننزل لاهالينا في الاماكن دي. بنقدم خدمات طبيه متخصصه في طب الاسنان بكافه خدماته، بنكشف وعلاج وحشو وعلاج لثه وخلافه. احنا في الحقيقه بيبقى عندنا قوافل نوعين، قوافل شامله وقوافل متخصصه، وده اللي بيحددها الفريق من المطوعين بتوعنا المنتشرين في كافه انحاء المحافظه. بنشوف المناطق الاكثر استحقاقا واللي بتكون بعيده عن تمركز الخدمات الطبيه. عاملين قافله طبيه للاسنان متولية كل ما يخص الاسنان بالنسبه للاطفال والكبار، الاطفال والحشو سواء كان حشو سواء كان خلع سواء كان تركيب، والحالات المستعصيه بنحولها للمستشفى وبنحدد لها ميعاد هناك. بالاضافه اللي احنا كده كدورنا حياه كريمه جانبنا عملنا حمله توعويه للاسنان وحمله لزياده الوعي ومحو الاميه بجانب القافله الموجوده النهارده في الاسنان. موجودين هنا في العمرانيه بالتعاون مع مؤسسه حياه كريمه عاملين قافله طبيه في الاهالي العمرانيه، وبجانب القافله الطبيه احنا عاملين محو الاميه بنوفرها للناس برضو اللي عايز يمتحن وياخد شهادات محو الاميه، بيخش على الاختبار وبيمتحن الاختبار وبياخدها بشكل فوري. خدمات طبيه شملت الكشف والعلاج والمتابعه بالمجان لاكثر من 500 مواطن بمختلف اعمارهم عن طريق دراسات ميدانيه لمتطوعي حياه كريمه المنتشرين في جميع انحاء الجمهوريه. هي مبادره كويسه جدا وممتازه ومشروع كويس جدا، برضو بيساعد الناس اللي على محدوده الدخل وكده، ويا ريت يكون برضه في تخصصات تانية كتير غير الأسنان. تأتي القوافل ضمن خطة الأهداف الاجتماعية بمؤسسة حياة كريمة لرفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال الوصول للأسر الأكثر احتياجا وتوصيل الخدمات بمختلف أنواعها والمساعدات الاجتماعية والتطوعية.